اقول لها خليكي وخليك للاب والام بتفكروا افضل من زمان. التعليم الفني النهارده بقى هو ده المستقبل، دول قامت هو طبعا الفني. يعني انا قلت الحاجات اللي هي يعني بدات الناس تهتم. طب ما هو لو تموا بس وما عملناش حاجه هيتنوا الوضع زي ما هو. لا احنا بقى عملنا استراتيجيه، يعني كلام واضح جدا جدا، ان احنا اولا لازم نبص للمناهج ونشوف المناهج دي بتخدم سوق العمل ولا لا. فاكتشفنا ان معظم المناهج هي اللي يسمى يعني بتعتمد على المحتوى، يعني بتعتمد على الكتاب والمذاكره زي التعليم العام. والولد يحفظ الارقام ويتذكرها ويخش امتحان، ملهاش اي ميزه كتعليم فني، مفيش بقى مهارات، اي ممارسه مفيش مهارات، مفيش تركيز على المهارات. وفي نفس الوقت لو المهارات والمعلومات موجوده بالنسبه للتعليم الفني اللي اتطور في بلاد كتير. عملنا بحث على الدول المختلفه، الصين وماليزيا وسنغافوره وكده. في حاجه مهمه جدا في التعليم الفني، كان في حاجه مشتركه، انه بالاضافه للمعلومات والمهارات السلوكيات مهمه جدا. لأن السلوكيات ليه؟ كتير من رجال الأعمال هنا في مصر يقول لك الأولاد بنعين مثلا 200 واحد اللي بيفضل في العمل بيقل على طول. ما ليه؟ لأنه الطالب الأخرين مش قادر يصحى بدري، مش قادر يلتزم بالبيئة، مش قادر بيعور نفسه. الالتزام بتقاليد البيئة الصناعية كانش موجود. فبالتالي بقت المسألة هي دي الكلمة اللي عالميا معروفة باسم الجدارة. جدارة اللي هي المعارف، صحيح، والمهارة والسلوكيات. نعم. لو احنا اهملنا واحدة منهم يبقى ما نجحناش. بوز. فبالتالي ده بدأ يثمر فعلا. بدأ يثمر طبعا. بدأ الأولاد عندنا دلوقتي 100 مدرسة. هل ده لسه كنت هسأل حضرتك دكتور مجاهد، هل ده تجلى مع وجود المدارس الجديدة؟ ده جزء منها. يعني ده طبقناه في اتجاهين. ما كناش، ما هو عشان اغير كل المناهج، أنا أكشولي غيرت كتير من المناهج وطبقتها في 100 مدرسة لغاية السنة اللي فاتت. مدارس تقليدية. نعم. وبتاء من سبتمبر 21 أو أكتوبر الشهر الجاي هنطبقها في 400 مدرسة. الله. من كام بقى؟ من 2500 مدرسة. 400 مدرسة 400 جديدة. لا، مدارس من المدارس القائمة. القائمة. المناهج هتبقى معتمدة. بتكلم على المناهج. هتبقى معتمدة على ما يسمى بالجدارات. هايل. هنخلص امتى الحكايه دي؟ آه. ما هو اللي باظ في سنين، سنوات وعقود، مش هيتعمل بزرار. لا طبعا، ده للاسف هنخلص سنه 24. طب ده هايل. كان لازم بقى نعمل حاجه سريعه. المجتمع ناخد نشوف. عملنا بقى مدارس التكنولوجيا التطبيقيه دي، لان دي بتطبق الماده 20 مباشره. هايل. بتقول نخدم سوق العمل. احنا بقى زودنا عليها حاجه، انه نشرك شركات القطاع الخاص في عملية التطوير. وهل يعني ده حصل؟ ده حصل. في عندنا القطاع الخاص حريص على ده؟ عندنا دلوقتي يعني الشهر الجاي هيبقى فيه 26 مدرسة من المدارس دي. شراكة مع كبريات الشركات العالمية. العالمية. طبعا. يعني شركات بترول مثلا، مش عايز أقول الأسماء يعني. هيبقى فيه مدرسة بترول. طبعا. احنا عندنا مدارس بترول. بس لما نعمل مع الشركات اللي هي اللي تتعاون مع مصر بقالها سنين. ومع الشركات المصرية. دي طبعا خطوة كبيرة جدا. طبعا. مثلا حضرتك شركات الاتصالات. وزارة الاتصالات مع شركات الاتصالات اللي هي الموبايل والحاجات دي. لما نعمل معاهم 6 مدارس من هذا النوع. هايل. ده طبعا. شايفين يا جماعة الشغل بيحصل ازاي علشان يبقى فيه مهارة ويبقى فيه السلوك ويبقى فيه لازم ثلاث عناصر. بدأ يتكون يا استاذ عز حاجة يعني هي مفيدة شوية. انه في ألمانيا مثلا الشباب الصغير بيجيب في التعليم الفني مطالب ان هو بعد ما ياخد الأدبية يجيب عقد تدريب في شركة. هو ده التعليم المزدوج في ألمانيا. التعليم الفني في ألمانيا 60% من الطلبة اللي في الأدبية لازم يجيب عقد تدريب وبعدين يروح يتدرب في الشركة ويشتغل فيها بعد كده. هنا بقى ده بدأ يتكون عندنا إلى يعني إلى حد ما. ليه بقى؟ لأنه تصوري أنت الطالب الصغير اللي عنده 18 سنة أو 20 سنة لما يجيب عقد تدريب مع شركة مرسيدس بنز. يا سلام. مش هقول بقى على الشركات المصرية عشان الدعاية.
ده كده كأنه دخل الجنة. أي صحيح. ليه؟ لأنه يعني نكمل الآخر بقى مرتبط بمؤسسة عالمية معروفة في كل العالم، مبيعاتها تتعدى مليارات الدولارات، فده بيبقى مكسب كبير جدا. بادئ يحصل حاجة زي كده هنا، محتاجين بدأ تسويق للمجتمع، يبقى فيه ارتباط بالشركات اللي احنا بنتعامل معها عن التعليم الفني. بالظبط كده، محتاجين ده. لا هو احنا طبعا ولا هو خلاص شغال نفسه؟ لا محتاج طبعا نتكلم عليه كل شوية، محتاج. طب احنا 2024 هيبقى عندنا ايه؟ 2024 ان شاء الله احنا دلوقتي عملنا 26 مدرسة تكنولوجيا تطبيقية، وبدأ يبقى فيه اقبال من المستثمرين على ان هم اللي بيجونا دلوقتي كويس. يقولوا عايزين نشارككم. كويس. يعني كان عندي من كم يوم الاسبوع اللي فات حاجة ما كنتش اتصور ان هم هينظموا نفسهم ويجوا بهذا الشكل. الشركات بتاعت الهايبر ماركتس والسوبر ماركتس. هايل. لانهم ده من النوع العمالة بتاعته الفنية. أي. اللي هي بتبيع الحاجات. نعم. وبتقف على الكاشير وبتعمل الحاجات دي، ده ما يقدرش يجيب من بره مصر. يعني معقول يجيب ناس من بنجلاديش يبيعوا لنا؟ صحيح. لازم يكونوا مصريين طبعا. ودول